الولد المدمن دون كنت حاطه مبلغ في البنك، وكنت كان الفوائد الربويه كنت بديها له يجيبها سجاير وبالحاجه دي، الحاجه اللي هو بالاجبار نعم. بالإجبار كان يعني إيه يبقى عايزها، وبالبهدلة وكسر الدنيا وبهدل الدنيا، لا فأنا حول. كنت بديله غصب عني. نعم. وهل كده حرام عليا؟ يعني إن شاء الله ربنا يغفر لك، لكن لا تستمر معه في هذا. طب أنا عالجته كذا مرة، أنا عالجته كذا مرة يا شيخ، وبرضه بيريح كده، لا حول ولا قوة عالجته إلا كذا مرة وبرضه بيرجع كده. فبعدين يعني أنا بيصعب عليا، يعني أنا يعني الظروف على قد الحمد لله، ربنا يوسع بس عليك. الله اللهم آمين يا رب. هو الفلوس اللي هي كانت الربوية دي كان بيبقى مبلغ بسيط، كان بياخدها يجيب مثلا سجاير أو يجيب كده، كان غصب عني. والله بصي يا أمي، يعني أنت إن شاء الله تلجأي إلى الله بالدعاء عشان ربنا سبحانه وتعالى يهديه، لأن كده الأمر هيفضل مستمر على كده مش هينتهي. تقصري من الدعاء وتقصري من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بنية إن ربنا يعني يصرف عنه البلاء دوت إن شاء الله.